يمكن كمان من الملفات المهمة جدا يا مصطفى كان الصحة. الصحة هي من أهم الملفات اللي اشتغلت عليها الدولة من اليوم الأول لحكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. حصل فيها تحول كبير جدا انعكس على تحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية، بجانب طبعا المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة واللي قدمت حماية ورعاية طبية لملايين المصريين. منذ اليوم الأول لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في مصر، شهدت الدولة تحولاً كاملاً نحو بناء دولة حديثة ترتكز على مفهوم ورؤية لتحقيق التنمية في كل المجالات، وفي مقدمة ذلك قطاع الصحة. بنحاول بالمبادرات نحل المسألة في ظل إن إحنا يمكن ظروفنا ما تقدرش لغاية لما يبقى عندنا التأمين الصحي ويغطي مصر كلها. وأظهرت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التزاماً قوياً بتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية الطبية في البلاد، وينعكس ذلك بوضوح من خلال الإنفاق المتزايد على قطاع الصحة خلال السنوات العشر الماضية. ومنذ توليه منصبه وضع الرئيس السيسي رؤية شاملة لصحة المصريين، حيث أطلق أضخم مسح طبي في تاريخ البشرية لرصد الإصابة بفيروس سي وعلاج المرضى، وتم فحص ما يقرب من 60 مليون شخص من المصريين وغير المصريين خلال فترة لا تتجاوز 7 أشهر، وتم اكتشاف وتقييم وعلاج أكثر من 2 مليون شخص ليصبحوا خالين من فيروس سي. كما نجحت مصر في التصدي لهذا المرض وتمكنت من تغيير تصنيفها من الدولة الأعلى عالمياً من حيث معدلات الانتشار لتصبح أول دولة في العالم تتقدم رسمياً بملف متكامل لمنظمة الصحة العالمية للحصول على الإشهاد الدولي بالقضاء على فيروس سي. وقد أطلق الرئيس السيسي مبادرة 100 مليون صحة لرصد وعلاج الأمراض المزمنة والمتوطنة، التي نتج عنها عشرات المبادرات الرئاسية لرصد الأمراض المختلفة، بداية من الجنين والمرأة الحامل، ثم مبادرة الكشف المبكر عن ضعاف السمع للأطفال بعد الولادة مباشرة. كما تتضمن المبادرة الرئاسية للصحة مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة الكشف المبكر عن سرطان الكبد. هذا بالإضافة إلى مبادرة الأمراض المزمنة والرعاية الكاملة لكبار السن، وأخيراً إطلاق مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر 689.2 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، وشهدت السنوات المتعاقبة ارتفاعاً ملحوظاً في الإنفاق، وتجاوزت النسبة المئوية للارتفاع في بعض السنوات 30%. ويعكس هذا التزايد في الإنفاق التزام الحكومة بتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية أفضل للمواطنين.